احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنا نتحدث في الحلقه السابقه عن الرضا، ونريد ان نعطي اليوم النموذج الاكبر لائمه الراضين في هذه الحياه، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النموذج المثالي والعملي لقضية الرضا. لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى رب العباد سبحانه وتعالى، خرج الصبيان عليه صلى الله عليه وسلم وقذفوه بالحجارة، وارتكن هناك في ظل البستان يدعو رب العباد سبحانه، وينزل إليه ملك الجبال: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال: دعهم، عسى رب العباد أن يخرج أو أن يهدي رب العباد قومي فإنهم لا يعلمون، أو أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله رب العالمين. ماذا قال في دعائه صلى الله عليه وسلم عندما وقف أو جلس هناك يناجي ربه سبحانه وتعالى؟ لا أحد له سواه، ولا رب غيره، ولا معبود إلا سبحانه وتعالى. قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماء والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. في هذا الدعاء مثال تام لمسألة الرضا. كيف الإنسان عندما ينزل به ابتلاء اختبار، يعني ماذا ما الذي يصنع؟ أن يعني يجب أن تتوقف أنت عند الابتلاء في هذا الدعاء العظيم الذي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو وهو في حالة من ظلم الأقربين ومن جفاء الأبعدين: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. احفظ هذا الحديث: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. انظر إلى هذا الكلام: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة. إذن بهذا المثال العظيم، وبوصية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى صحابته أن سبحان الله في مسألة الاستسلام التام لقضاء الله سبحانه وتعالى والرضا به، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى احدكم الموت من ضر اصابه، فان كان لابد، يعني كان مضطر يعني فاعلا، فليقل: اللهم احني ما دامت الحياه خيرا لي، وامتني او توفني ما ان كانت الوفاه خيرا لي. اذا المساله هي عند الله سبحانه. هذا مثال الرضا بالله عز وجل، هذا مثال التوكل على رب العباد. هذا سعد بن ابي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كبرت به السن ابتلي واختبر بالعمى، فكان يقال له: يا سعد، انت مستجاب الدعوة، فادعو الله ان يزيل عنك هذا العمى ويعود اليك بصرك مرة اخرى. كان يقول: مراد الله خير من مرادي. سبحان الله. وكان عمر يقول: والله ان اسلام العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل عندي من اسلام الخطاب. قالوا: كيف يا امير المؤمنين؟ قال: لان اسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي أنا، وإدخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى عندي وأرضى لي من إدخال السرور إلى قلبي أنا. فانظر كيف كان هؤلاء. اللهم اجعلنا من أهل الرضا، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.